للتعليق نرحب بضيف حلقتنا الليلة، ينضم إلينا الأستاذ فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. سيد أوغلو مساء الخير، ما أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد سنوات طويلة من الجفاء بين القاهرة وأنقرة؟ طبعا يعني الزيارة مهمة بشكل أو بآخر، يعني إذا قسمنا الظروف الزمنية والظروف الاقتصادية والظروف الاستراتيجية سنجد أن هناك اهتمامات متعددة. لذلك أنا أرى أن يعني الزيارة في وقت العدو أو الغزو الإسرائيلي لغزة والآن إلى الضفة يجعل المنطقة في أوج الخطر لاحتمالات حرب إقليمية. النقطة الثانية، تحاول إسرائيل تغيير الوضع الجيوسياسي حقيقة والاستراتيجي في المنطقة، وهذا يضر بمصالح على الأقل، يعني سنتكلم فقط عن تركيا ومصر، لكن هو يضر حقيقة بمصالح الجميع. النقطة الثالثة، الضعف الذي شمل الدولتين نفسهما تركيا ومصر، ولذلك الالتقاء والتلاقي بينهما سيعزز القوة الجيوستراتيجية بشكل كبير، سواء لتركيا عبر مصر في المناطق الأفريقية وحتى الشرق المتوسط، حتى لا تتجه باتجاه اليونان، أي بمعنى الدول الأوروبية اليونان وفرنسا من خلفها، وأيضا مصر التي تواجه مشاكل حقيقية مع إثيوبيا والحرب في السودان، وأيضا كانت المشاكل في ليبيا قبلا والآن في غزة، إذن هي محاطة بكتلة نارية حول كل حدودها. لذلك لابد من إيجاد أيضا شريك استراتيجي قوي على الأقل الآن. هذا المتغير الجديد وهو إسرائيل، قبل لن تكون هذه الحرب كان هذا التغير مهم للأمور الثلاثة التي ذكرتها، إسرائيل السودان وليبيا وشرق الأثيوبيا. الآن المتغير الإسرائيلي بدأ يغير الوضع إلى أسوأ بالنسبة لصالح مصر. لا، وجود قوة ثقيلة في تركيا يعزز قوتها أكثر على الصعيد الاستراتيجي، ونفس الشيء بالنسبة لتركيا، أمور متعددة، زيادة، نتكلم عن مصر دولة كبيرة، عدد سكانها كبير، مساحتها الجغرافية، تواجدها على البحر المتوسط، شاطئها على المتوسط، كل هذه الأمور حقيقة يجعل دولة قوية مثل مصر تدخل في الحسابات المهمة لتركيا بعد تغيير السياسة، لأن هذه نقطة مهمة جدا، وهي اقتناع صانع السياسة التركية بأن ما لم تكن تركيا قوية اقتصاديا لا تستطيع أن تطير بجناح واحد هو القوة سواء العسكرية أو الاستراتيجية. جميل. طيب تابعنا منذ قليل كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحقيقة حظيت فلسطين وغزة بالنصيب الأكبر ربما من هذه الكلمة، لكن المهم هو ما بعد التصريحات. ما حظ غزة بنظرك وفلسطين عموما؟ نعرف بأن العدوان اتسع الآن ليشمل الضفة، هناك انتهاكات متواصلة في القدس من قبل المستوطنين. ما حظ فلسطين عموما وغزة بالخصوص من نتائج وأثار هذا اللقاء؟ الحقيقة أنا ما أقرأه بين السطور الكلمات التي قالها الرئيس أردوغان، هو يدعم الرئيس السيسي في قضية غزة، يدعم الموقف المصري بشكل كبير، وهذا واضح. يعني كلامه يقول نحن نسير خلف مصر، أو نحن ندعم مصر بكل ما تراه مناسبا للحرب في غزة أو في الضفة الآن. يعني تركيا حقيقة كشيء على الأرض الميدان ما فعلت ذلك الشيء الكثير، أو لم تستطيع ربما، لذلك ربما عبر مصر تستطيع أن تفعل. وقال أيضا نحن أرسلنا آلاف الأطنان من المساعدات وبوساطة مصر التي هي أدخلتها إلى آخره، لأن أنا أظن لو لم تكن مصر لم تدخل هذه المساعدات، الخلاف التركي الإسرائيلي أصبح كبير. أيضا هناك مشكلة أخرى، أن لا تستطيع أظن تركيا أن تتجاوز بعض الخطوط مع إسرائيل بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أن أيضا هناك قراء سياسيون في الداخل التركي يرفضون أن تتحول هناك يصبح عداء حقيقي بين تركيا وإسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر بالنسبة لهؤلاء القراء أنها جزء مهم من السياسة الخارجية والتوازنات الخارجية بالنسبة لتركيا. هذا أيضا أظن يضعف الموقف التركي، إضافة إلى أنها لا تريد دخول في خصام مباشر أو يدخل خلاف مباشر حاد مع إسرائيل، هي تريد إبقاء مصالحها، الحفاظ على التوازن القائم الآن في الشرق المتوسط تحديدا، أي بمعنى لا تتوسع إسرائيل بحريا مثلا. هذا ما يسعى إليه أيضا نتنياهو، لأن لا غزة
وتصبح مياه غزة لإسرائيل، المناطق في الشمال، الصراع مع لبنان مثلا في هذا القضية، التوسع ربما جنوبا وهذا يضر في مصر. هذا أظن كله كان يعني قضية تقرأها تركيا، لأن أيضا إسرائيل لا تعترف بالتواجد التركي في قبرص الشمالية التركية، ولا تعترف فيها كجمهورية أيضا، هي تعترف أن تركيا جزء من احتلال لدولة قبرص. هو واضح بأن دول المنطقة سيد أوغلو يعني تتعامل مع هذا الكيان، أنا لا أقول كأمر واقع، ولكن يعني المفروض أو هكذا ينظر جمهورنا ونحن برامج من بين البرامج التفاعلية، بأنه يجب التعامل مع هذا الاحتلال على أنه كيان مغتصب وليس دولة ذات سيادة وقائمة، ويجب النظر إلى مصالحها وحدودها المائية والبرية وما إلى ذلك، وتلطيف الأجواء معها. في هذا السياق نسأل، هل نتوقع مبادرات جريئة خلال هذه الزيارة أو بعدها من قبيل كسر الحصار عن غزة، زيادة تدفق المساعدات، أو ربما حتى دخول تركيا على خط الوساطة لوقف هذا العدوان المتواصل؟ هو هذا الحقيقة جواب هذا السؤال معتمد على ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لإسرائيل. إذا زادت الأمور، تذكر معي عندما كان قبل فترة بس قريبة ليست بعيدة، قال أردوغان نحن نستطيع كما فعلنا ودعمنا بكارباخ وليبيا، نستطيع أن نفعل ذلك في فلسطين. هذا كلام حقيقة ثقيل، ممكن يعني أن تورد سلاح تركيا مثلا، أن تورد أمور تكنولوجية أو شيء من هذا القبيل، هذا ممكن. لكن هذا متى؟ عندما أظن تصبح النقاط حمراء عند الجميع، أو الخطوط الحمراء تجاوزت عند الجميع. أنا أظن حتى الآن هناك طرف آخر بالنسبة لتركيا، وهو قطر الشريك الاستراتيجي في المنطقة. هي من تقوم بالمفاوضات الآن مع مصر في 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 مسألة غزة، وربما هي الآن الوجه الحالي التركي هو عبر قطر ربما في هذا الأمر. يعني في هذه الجزئية، واعذرني المقاطعة، يعني في اليوم الذي تنفض قطر يدها من هذا الدور وتقول بأنه لا داعي أو لم يعد هناك فائدة من التفاوض مع هذا المحتل الصهيوني، حينها تركيا سترفع سقفها فورا؟ أنا أتوقع ذلك، لأن يعني إذا رفعت قطر هذا الأمر سيصبح على مصر أيضا حرج كبير، هي أيضا ربما ستصل هذه النقطة. والنقطة الأضعف ربما الأردن، أيضا يجب أن نحسب حساب الأردن، هو أيضا سيصبح نقطة ضعيفة في هذا الصراع أو عض الأصابع إذا صح التعبير. لذلك نعم، لأن يعني ماذا تريد إسرائيل؟ إنهاء قضية فلسطينية؟ هذا مستحيل. أيضا فقط أريد أن أعود إلى سؤالك الأول في مسألة هل كيان هو أم دولة أم المجاملات. تركيا في عام 48 دول هي من أول الدول التي اعترفت بإسرائيل كدولة متواجدة. الآن نحن نتكلم عن حكومة في الدولة التركية مختلفة عقائديا وفكريا وسياسيا حتى وإيديولوجيا باتجاه السياسة الخارجية، لكن هذا لا يعني أن هناك جزء في الداخل التركي كما قلت هو لا يعتبر إسرائيل دولة متواجدة. لكن الآن الصراع القائم، وهذا أطرحه الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة، بأن إسرائيل كان حجمها هكذا ثم أصبحت هكذا وهكذا وهكذا، بينما فلسطين كانت أكبر وتضاءلت إلى أن أصبحت قطعة شريط غزة وضفة، هذا غير مقبول. يعني بمعنى أن نحن نعترف في دولة إسرائيل 48، بعد ذلك لا، كل هذه الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها. أنا أظن حتى الآن تركيا تقرأ هكذا دول إسرائيل، أي بمعنى دولة موجودة ما بعد 67 أو 68، هذه كل أراضي محتلة يجب أن تعود إلى أصحابها، سواء في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين. طيب أختم معك بربما قادم الأيام أو الأسابيع، هل نتوقع ربما أن تبادر تركيا إلى طرح بالتعاون مع مصر بالتأكيد إمكانية أن يزور مسؤول تركي قطاع غزة أو معبر رفح؟ نعرف أنه أحد الوزراء الأتراك طبعا وصل إلى معبر رفح، لكن أمل الكثيرون الحقيقة في الزيارة، زيارة الرئيس أردوغان في فبراير الماضي، أن يكون أول زعيم عربي ومسلم أن يصل إلى معبر رفح أو أن يدخل إلى قطاع غزة. هل نتوقع ذلك في قادم الأيام بنظرك الآن مع هذا الدفء الذي حصل في العلاقة بين البلدين؟ يعني أنا لا أتوقع في الوقت القريب أن يذهب الرئيس أردوغان، لأن الأمور حقيقة ليست واضحة، لكن كل شيء وارد. رسالة تركيا واضحة عندما جعلت الرئيس محمود عباس يخطب في البرلمان التركي، كانت هذه رسالة ضد نتنياهو الذي خطب في الكونغرس الأمريكي.
يعني لا، تركيا أردوغان الآن بمعنى حكومة عدالة تنمية، حكومة رئيس أردوغان، لا لديها موقف حقيقة صلب ضد إسرائيل قوي رغم كل هذه الصعوبات التي يواجهها. لكن كما قلت، إذا هذه المفاوضات التي يتكلمون عنها إذا استمرت أو نجحت على الأقل بشكل بسيط، لن نرى هذا التصعيد. لكن إذا ساءت الأمور سنرى هذا التصعيد، خصوصا أن أردوغان قال أن نتنياهو صفحة وانطوت، هو لم يعد مخاطبا سياسيا بالنسبة لتركيا. يعني بمعنى أن على إسرائيل إذا أرادت أن تعيد علاقاتها بشكل عام تركيا أو المنطقة، يجب أن تغير هذه الحكومة الدموية، يجب إعادة حكومة على الأقل عقلانية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبلا. وطبعا تدخل في كل هذه السياقات سياق سوريا مثلا، لأن الأمريكان أيضا يدعمون قسد بأسلحة متطورة الآن، وهذا يخيف تركيا. الموضوع السوري، الموضوع التقارب الروسي التركي في سوريا وفي المنطقة، ليبيا أيضا، التقارب المصري التركي هناك ربما يكون على حساب نوعا ما الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كثير من الحسابات حقيقة تقرأ إذا استمرت إسرائيل بهذا العناد. ولكن أنا أظن أن في بعد فترة قليلة لا أتوقع إسرائيل ستصمد إلى هذا الحد. يعني الأستاذ فراس رضوان أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.